وقبل أن نستكمل ملف الانتخابات الليبية مع ضيفنا، نتوقف وإياكم مع هذه الصور مرة أخرى للاحتجاجات في أصفهان. الفيديوهات تظهر مشاركة الآلاف في هذه التظاهرات التي يشارك فيها مزارعون احتجوا على انقطاع المياه وجفاف نهر زايندا وفي زايندارود طبعا في أصفهان وسط إيران بعد تحويل مجرى. سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، سلامتی برای